حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين، لا سيما بضعتك الطاهرة فاطمة. ما خاب ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم لا مع غيركم، فنفوز فوزا عظيما. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. أفهل لحواء كمحمد، أم هل لمريم مثل فاطم؟ أشمل كل لها عند الولادة حالة، منها عقول ذوي البصائر تذهل هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا، فهي منه تأكل. وضعت بعيسى وهي غير مروعة، أنا وحارسها السريع أبسلوم. يا سيد صالح، وماذا عن فاطمة؟ قال: وإلى الجدار وصفحة الباب التجت. أيوة فاطمة، وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمل. سقطت واسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب لئيم جحفلوا
استووا بها قال هذا يعنفها وذاك يدعها ويردها هذا وهذا يركل تاليها الشجان وزاد همي وهيج الغمي وارخص غالي دموعي واجرى من الجفين دمي يوم نادت الزهراء دخلوا عن ابن عمي صاح الرجس يا قنفذ ولك بالصوت رجليها ولوعها وروعها وهي تنادي لفرع واشتكي لله بكل اللي علي سادي يا خلوا على الكرار لا تيتمون اولادي وتصرخ والعصا ولا تتلوى على يده. بعد اسمع شكاويها لابوها وش تقول. قمت للباب لكن ما علي حجاب بس حس الرجس بيا من الذي دخل في الباب عصرني واسقط المحسن وصدر عاب بالمسمار وجنيني سقط اي ست منا. بعد يا زهراء. والله قومك يا ابويا ما رعوني واخلاف عينك مرمروني وحتى لعد بيتي اجاني سووا سطرة وعيوني واسقطوني. والله واسقطوني ومن البجع لك امنعوني. والله والبر المدينة طلعوني. اي والله والبر المدينة طهايا يا لعوني. ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أن الرب لا يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. طيب مجلسنا هذا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. وارحمنا بمحمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. هذا الحديث هو من الأحاديث المشهورة عند المسلمين جميعا، وقد جاء وتواتر بألفاظ متعددة، ولكن من حيث المعنى اتفقوا عليه، ولكنني تعمدت أن أأتي بهذا النص ليس من كتبنا نحن مذهب أهل البيت عليهم السلام، ولكن من باب قاعدة الإلزام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم جئت بنص هذا الحديث من البخاري
بحيث كما تعرفون اعتماد هذا الكتاب بالنسبة للعامة بأنه من بعد كتاب الله من حيث الوثوق، فقد رواه البخاري، والعجيب بأنه صححه أحد أئمة بل أكبر أئمة الجرح والتعديل عندهم، وهو شمس الدين الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال. قال إن هذا الحديث على شرط الشيخين صحيح. هذا الرجل شمس الدين الذهبي، إذا الذي يعرف شوية عن حياته وترجمته يعرف بأنه هو من نواصب، بل من أشد النواصب لأهل البيت عليهم السلام ومن منكري فضائلهم. ولكن يا سبحان الله، عندما وصل إلى هذا الحديث لم يستطع إلا تصحيحه، وذلك لوضوح هذا الحديث وتواتره في كتب العامة والخاصة. على كل حال، فلا بد أن نتعرف على فقه هذا الحديث، لأنه سوف تخرج لنا بعد ذلك ملازمات لهذا الحديث إن صححناه واعتمدنا عليه. أولا قال: إن الرب ليرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. يقولون حيث مقدمة لابد أن نقدم حتى نفهم بعد ذلك الكلام، مناشئ الرضا والغضب عند الناس ما هي؟ شنو اللي يخلي معظم البشر يرضون؟ وما هي الأمور التي تجعل البشر أو معظم البشر يغضبون؟ يوجد مناشئ عديدة. منشأ الأول هو الأهواء والشهوات والمحسوبيات. شلون؟ كثير من الناس إذا ما كان هم الأكثر الذي يحركه نحو الرضا عن فلان أو الغضب على فلان هو أهواؤه النفسية. لماذا أنت مثلا حاقد أو غاضب على فلان؟ ما يقول لك لأن عقلي يقول لي ذلك، ولا أن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك، بل لأن هو من حيث أهواء تجعله يبغض فلان ويغضب على فلان. ليش؟ قال مو يوم من الأيام مثلا بالطريق طاف مثلا عليه وما سلم. زين، وما سلم شنو صار؟ قال خلاص من ذاك الوقت أنا مخليه ببالي، ما أحبه، ما نعبر إحنا بتعبيرنا الدارج، ما أطيقه يقول. فش اللي خلاه ما يحب فلان ويغضب عليه؟ هذا المنشأ. بعضهم يرضى على فلان، لماذا أنت راض عن فلان؟ قال مو أنه أسدى إلي معروفا في يوم من الأيام، مشاني معاملة، سوالي قضية من القضايا، على كل حال فادني، فأنا أحبه، أرضى عنه، راض عنه. فهذا منشأ، وهو أكثر الناس قد يكونون من هذا الصنف. أما النوع الثاني، المنشأ الثاني، هو أن محرك هذا الإنسان نحو الغضب أو الرضا عقله. عقله هو الذي يحركه نحو الغضب على فلان أو الرضا من فلان. ويا ليت أن أكثر الناس هكذا، بل مثل ما يقول أحد مراجعنا العظام وهو الشيخ حسين الوحيد الخراساني حفظه الله تعالى ومتعنا بطول بقائه، له كلمة جميلة يقول: لو أنه يعني ابحثوا لي في شرق الدنيا وغربها إذا يوجد إنسان محركه دائما، ها مو بعض الأوقات، لا بعض الأوقات، كثير من الناس، إذا مو أغلب الناس يتحرك من عقله، لا دائما عقله هو الذي يحركه نحو الرضا أو الغضب، ابحثوا لي عن شخص بهذه المواصفات حتى أأتي وأقبل التراب الذي يمشي عليه، إذا يوجد. يعني ممكن واحد يرضى مرة مرتين كذا لله لعقل كذا، هذا خب موجود، بس دائما ما يتخلف ولا مرة واحدة، هذا ما موجود، وإذا موجود يقول الشيخ دلوني عليه. على كل حال، هذا المنشأ الثاني. يوجد منشأ ثالث وهو أعلى مرتبة، مو المحرك هو العقل، وإنما محرك هذا الإنسان نحو الرضا أو الغضب هو الله ورضا الله سبحانه وتعالى. يعني شنو اللي يخلي يرضى عن فلان؟ لأن الله راض عنه. شنو اللي يخلي يغضب على فلان؟ قال لأن الله غاضب عليه.
وهذه المرتبة ما تكون إلا لمن؟ إلا للنبي الأكرم محمد. اللهم صل على محمد وآله. يعني هذه العصمة المحمدية هي اللي بهذه المرتبة، إلا دائما رضا رسول الله صلى الله عليه وآله، منشأه شنو؟ رضا الله. لذلك له كلمة مشهورة عندما توفي ولده إبراهيم، شنو قال؟ يقول إن العين لتدمع وأن القلب ليخشع، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. رضاه دائما، إذا يا رب هذا أنت راضنك هذا الأمر، أنا أفعل، أنا أصبر، أنا أتحمل. وإذا كان لا والله هذا الأمر لا يغضبك، أنا أغضب لغضبك يا رب. فمن شاء رضاه وغضباه هو الله سبحانه وتعالى، رضا الله وغضب الله، هذه مرتبة. ولكن العجيب بأنه يوجد مرتبة أكبر من هذه المرتبة، وهو أنه الرضا، ولا الرضا مو جاية من قبل من؟ الله، مو الله هو الراضي، لا، يوجد شخص إذا رضي الله يرضى. وهذا فحوى الحديث عندما قال إن الرب ليرضى لرضا فاطمة، يعني من الذي يرضى أول؟ فاطمة. إذا هي رضيت الله يرضى لرضاها، وإذا غضبت الله يغضب لغضبها. شايف شلون مقام؟ وممكن أحد يشكل علينا إشكال، يقول يعني عجيب أنتم الشيعة تقولون بأن فاطمة أفضل من الرسول صلى الله عليه وآله. نقول لا، احنا الان مو في مقام بيان الافضلية، نحن في مقام بيان الخصوصية. هذه خصوصية لفاطمة، مو بحيث افضلية، وإلا كثير موارد. يعني مثلا امير المؤمنين يوجد له بعض الخصائص مو موجودة لرسول الله، يعني معناته ان امير المؤمنين افضل من رسول الله. مثلا امير المؤمنين مولود في الكعبة، اشرف بقعة على وجه الارض، وبعد استشهد في بيت من بيوت الله، تزوج بخير نساء الأولين والآخرين، عنده أولاد مثل الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة. كل هذه الأمور مو موجودة عند الرسول، معناته شنو؟ أمير المؤمنين أفضل من الرسول؟ لا. ولكن المسائل الآن نتكلم عن الخصوصيات، والخصوصية هذه من الذي قالها ومن الذي أعطاها فاطمة؟ رسول الله نفسه، مو هو الذي أورد الحديث؟ قال رسول الله إن الرب ليرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. الآن هذا كله إذا عرفناه بأن قطب دائرة رضا الله سبحانه وتعالى هي فاطمة، يعني عندما هي ترضى في ذات الوقت الله يكون راضي، وإذا هي غضبت على إنسان في ذات الوقت الله هو غاضب على هذا. الآن هذا يصير ببالنا. بعد ذلك احنا نسأل، فاطمة غضبت على أحد أو لا؟ لأن قلنا ملازمات توجد لهذا الحديث، وبالعكس بين الجماعة تورطوا يعني برواية هكذا أحاديث، لأن مشكل الالتزام بهكذا أحاديث. نسأل سؤال الآن، فاطمة غضبت على أحد أو لا؟ مو نحن نروي إنجيل، خلينا نسمع أم المؤمنين عائشة ماذا تروي. تقول بأن فاطمة ماتت وهي واجدة على الشيخين. واجدة شنو يعني؟ راضية، لو مملوء غضب عليهم. وبعد هي الذي أو هي التي روت هذه الرواية، بحيث قالت بعد واقعة الباب والدار جاء الشيخان. ها، يمكن شبابنا الصغار يسمع الشيخان والشيخين، إن شاء الله واضح من هم الشيخان على كل حال، ولا ما يعرف يسأل أبوه. بالنتيجة دخل الشيخان على فاطمة بعدما استأذنا من أمير المؤمنين. دقق في الرواية، فيها مضامين لطيفة وتعطيك الموقف بشكل واضح. دخل الشيخان على فاطمة فسلما عليها. شو تقول الرواية؟ فلم ترد عليهما السلام.
مسألة فقهية بين قوسين، بدء السلام واجب أو مستحب؟ أنا أدخل عليكم الآن في المأتم أقول سلام عليكم، هذا الفعل مني مستحب لو واجب؟ يقولون مستحب. لكن رد السلام شنو؟ واجب، إلا مثل ما يقول صاحب العروة السيد كاظم اليزدي على الله مقامه، يعني في هذا المورد يتكلم شي يقول، يقول إلا رد السلام على المنافق أو الكافر ليس بواجب. فالآن احنا نقول عندما هما سلما عليها فلم ترد عليهما السلام، يعطيك إشارة إلى ماذا؟ مو قلنا اليوم أعطيك أنا على كل حال إشارات والباقي عليك. فلم ترد عليهما السلام، هذا أول مؤشر على عدم رضاها من هؤلاء. وبعد كلماها، صاروا يحجون وياها، فأشاحت بوجهها عنهما. نتكلم احنا مسائل ذوق، انا وياك الان نحكي لطيف، انت تتكلم وياي وانا اعطيك ظهري، مو لطيف ولا خلاف الادب، خلاف الذوق، خلاف كذا. لكن في حالات لا، هذا ينبئ عن شيء. تقول الرواية كلماها صاروا يتعذرون، فهي شنو؟ اشاحت بوجهها عنهما، يعني اشارة بانني انا غاضبة عليكما. وبعد صاروا يتعذرون، يعني مؤشرات احنا الان نذكر، صاروا يتعذرون، اسمحي لنا فاطمة عما فعلناه. الان سؤال، من يطلب العذر يعني معناته سبق منه شيء لولا؟ يعني قليل ما يكون بان انسان يستسمح من شيء لم يفعله، معناته ان الجماعة مسوين شيء، فلذلك الان يطلبون العذر والسماح من وين؟ من هذا الفعل الذي فعلاه. وبعد عندما طلبوا السماح وبراءة الذمة، ماذا قالت فاطمة؟ رفعت يديها إلى السماء قائلة: أشهدك يا الله بأنني لست راضية عليهما، وأنني سوف أدعو عليهما في عقب كل صلاة. يلا أنا أسألك بالله، مرجع ديني يرأى على إنسان شلون حاله، فكيف من هذه اللي جبنا الحديث في شأنها؟ يرضى الله لرضاها، يغضب لغضبها. الآن هي غضبان على فلان وفلان، يعني في ذات الوقت من غاضب؟ الله، وهو الذي يقول: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هوى يعني دخل الجنة، لو في وين؟ في قعر جهنم. عرفت الملازمة وين؟ عرفت ان اذا صححنا مثل هكذا حديث والتزمنا بصحته وانهم صحيح وكذا، شنو يعطينا من ملازمات؟ ان فلان وفلان وفلان والباقي الاحكام عليكم. الان مو احنا مو في ليله نصدر احكام على الناس من في النار او من في الجنه، ولكن احنا مو قلتوا حديث اوردتموه، شوفوا ملازمات هذا الحديث معي. اذا انتم التزمتم بهكذا حديث، بماذا يترتب على هذا الحديث؟ فعليهم ظلماها، ومو ظلم بسيط. لذلك أنا أسأل، يقولون وهذا من أبجديات علم المنطق كما يعلموننا أول ما ندخل الحوزة، يقولون بأنه شكر المنعم واجب وعدم شكره قبيح. شنو يعني؟ يوم اللي أنا أجيب لك وردة أقول لك هذه هدية مني إليك، الذوق، الأخلاق، المنطق، العقل كله يقول أن شو تسوي أنت في المقابل؟ إذا ما تعطيني وردة مثل هذه الوردة، على الأقل تقول لي شكرا. مو صحيح، لكن غير منطقي وغير عقلائي وغير أخلاقي وغير ذوقي أن واحد يعطيك وردة أنت ترد عليه برصاصة، مو منطقي. لذلك احنا نسأل هذه الأمة، رسول الله ماذا قدم لكم؟ جعلكم خير أمة أخرجت للناس، جعل منكم شيء عظيم بعدما كنتم كما قالت فاطمة في خطبتها الفدكية تشربون الطراق. شنو الطراق؟ يعني بقايا سقوط الأمطار، مستنقعات، يعني مياه عاسنة لا ترغب حتى الحيوانات في الشرب منها، انتم كنتم تشربون منها. وتقتاتون القد والوراق. القد شنو؟
ها الجلد الموجود على شعر البعير، من يرغب في أكل هكذا طعام كانوا يشونه بالنار ويأكلونه. هذا كان حالكم، جعل منكم أوادم رسول الله. وإذا شوف المسألة لا، أوصل إله بوصل عترة أحمد فكأنما أوصى بها أن تقطع، أفكان من حكم النبي وشرعه أن تضرب الزهراء ضربا موجعا؟ سوى أبو فاطمة رسول الله لما يقبر ما وضعوا حتى بقبره، وإذا بمنادي القوم على باب فاطمة، دعي علي فليخرج ليبايع وإلا أضرمنا عليكم الباب نارا. ها وسووا فعلتهم، هجموا على الزهراء، أسقطوها جنينها، أنبتوا المسمار في صدرها، فعلوا ما فعلوا بها. لذلك احنا هذه الليلة أشبه بالليلة 11 محرم، ليلة وحشة. هناك على زينب، وسبحان الله يبين زينب طول الطريق وحشة، مو مرة ولا ليلة من الليالي حياتها شافت وحشة، كثير من الليالي وحشة على زينب سلام الله عليها. لذلك أنا نقول لك مصيبة عصر هذا اليوم، لأن فاطمة عندما ترجع لكتب التاريخ متى توفيت مثل هذا اليوم، ومتى بيا وقت يقولون ما بين العصر والمغرب، يعني قريب الغروب من هذا اليوم. زين خلاص فارقت الحياة فاطمة، ماتت، شلون حالهم أهل هذا البيت علي والأولاد؟ تخيل بعين قلبك، يقولون عندها جاء أمير المؤمنين لتجهيز وتغسيل فاطمة، جابها وخلاها على المغتسل، فصار يغسلها من وراء الثياب كما هي أوصت أنني طاهرة مطهرة، من فوق الثياب غسلني. أسماء تروينا القضية، كانت موجودة مع أمير المؤمنين، تقول أنا أشوف أمير المؤمنين يغسل فاطمة طبيعي، صحيح دموعه على خده بس يغسل. يقول كلها لحظات وإذا بي أرى أمير المؤمنين قد اعتزل تغسيل فاطمة، وانزوى في زاوية من زوايا الدار. شند أبو الحسن وضع رأسه بين ركبتيه ويجهش بالبكاء. عجيب، جاءت له أسماء توصونا بالصبر وتجزعون عند المصيبة. شبيك يا أبا الحسن؟ تذكرت فاطمة وأيامك الحلوة وياها، وإذا هاجت بك الذكريات، كمل تغسيلها وبعد ذلك ابكي. قال لها يا أسماء، انت ما شفتين إلا أنا شفته. يبين شايف شي عظيم أمير المؤمنين. احكي احكي خلينا نسمع. قال يا أسماء أنا أغسل فاطمة، مررت بيدي على جنبين من جنبيها، وإذا أحس في هذا الجنب خسفة يعني خفقة، تحسست المكان، وإذا بها أضلاع لفاطمة مكسرة. ألم مناد وفاطمة، ألم مناد وسيدتا، ويلي سلمت لله وكسرة وضلوع الوديعة، وضعنا عقب عينك يا ابو ابراهيم الضيعه، جاروا علينا وضيقوا بينا الوسيعه، بس غبت عنا الكل علينا تجاسر وجا. بعدما انتهى امير المؤمنين من تغسيل فاطمه، وضعها في أكفانها
ولكنه لم يعقد الكفن، وضعها في نعشها، نادى حسن حسين: زينب هل أمو لوداع أمكم فاطمة؟ جاء الحسن رمى بنفسه على صدرها باكيا منتحبا: أما فاطمة كلميني. الحسين عند رجلها: أنا عزيزك الحسين كلميني، وإلا خرجت روحي من جسدي. من نومتي تشقوم يا مكسورة الضلعين، ونشفي دمع عيني ترانا عزيزك حسين. ما كانت العادة عن أولادك تصدين، خان الدهار واستولت علينا أعدانا. عندها يقول أمير المؤمنين: والعيش الذي عاش به رسول الله، سمعت فاطمة حنات وأنات وأخرجت يديها من الكفن واحتضنت ولديها، وإذا بهاتف من السماء: يا علي ارفع الحسن. فوالله لقد أبكى يا ملائكة السماء. رفع الولدين من على أمهما، عقد الكفان، رفعت فاطمة على الأعناق، يريدون إخراج فاطمة من الدار. لكن تخيل تقول لي: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين هل من الشايلين كان يعني وياهم؟ أقول لك لا، ما عنده جلد. لكن أنا أسأل: هذا قال عباب خيبر البطل، شلون ما عنده جلد وقوة يشيل نعش فاطمة؟ لكن كان يمشي وراء النعش، يد على خاصرته ويد أخرى خلف ظهره، وهو ينادي: وحبيبته وفاطمته. أرادوا الإخراج، إخراج فاطمة من الدار. وإذا بصوت من خلفهم: أبابا يا علي قف لي هنا يا. التفت إلى الخلف وإذا بها زينب، تقول لأبويا: شوية شوية بهونك خلت ودا من أمي. جاءت وألقت بنفسها على نعشها، أرادوا إخراجها مرة ثانية. جاءت إلى أبيها، أخذت يده، جاءت به إلى باب الدار: عندي طلب من عندك يا أبا الحسن، رجاء. شو تريدين يا زينب؟ تقول: يا عديل الروح شيل الباب عن الدار، قلب شلون يتحمل أشوفه وانظر المسمار. هلي كسر ظل عمي وشفت الكسار، يا كرار، وهذا الباب بالصدمة عصرها وسقطت لجنين. أبويا يا علي شوف المسمار بعد آثار الدم عليه، يا أبويا شوف هالمسمار بعد مخضب بدمه، يا أبويا انظرت بعيوني صوت العبد ألمها شلون تريدني أنسى، وشفت أخويا يعتفر يمها علي لماتت الزهراء وترجع لي بعد من وين. أنا أقول: زينب أنت ما صارحتوها يعني لحظات من طلعوا أمك استوحش عليش المكان، لكن أكو ليلة أتوقع أكثر وحش عليك، وكنتي تتمنين أمك وياك. تسألني تقول: أي ليلة؟ ليلة 11 محرم، يقولون زينب واقفة على باب الخيمة وما حد وياها،
اخوانها كلهم على القاع كلهم مدرجين على بوغاي كربلاء، ظلت تنادي على جدها وما جاوبها، نادت على ابوها امير المؤمنين، هذا اللي وين ما ينتخي واحد في شرق الدنيا وغربها الا ويجي لو يحضر له. لكن عجيب بديك الليله جاء ومشى عنها، قالت خل انادي على امي الزهره يمكن تجاوبني. صاحت يا محسن يا زهرة تعالي تعالي، شوف كربلاء سوت بحالي. يا محسن يا زهرة تعالي، شوف كربلاء سوت بحالي، كل من شاف دي الحالي بجالي، اش حال الغريب بغير والي. الان هالسؤال انا اقول فاطمة امها الزهراء ردت عليها وخلتها اسمع جوابها. يا يما يا يما انا مو بعيدة مو بعيدة، انا شفت حسين من حزة وريدة، انا صار لي ثلاثة ايام ساكن البيادة، بس همي ادور خلص ريدة. بس همي ادور خنصريدة، والله ونوب ادور كف عضيدة، يا والله ونوب ادور شهاية، يا اف عضيدة. مشدا يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعو، طبعا قبل الدعاء الإخوان كأنما عندهم جمع إلى هيئة العدل المنتظر للتعليم الديني، جزاكم الله خير الجزاء، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما جرحانا، من عليهم بالشفاء والصحة والعافية. اللهم فك أسرانا وأسيراتنا من السجون عاجلا، اللهم ومن أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، لا سيما المؤسسين لهذا الاجتماع والاجتماع، أطل اللهم في أعمارهم وسع في أرزاقهم، وفقهم لما تحب وترضى، وإلى أرواح المؤمنين